أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. نكمل ما وصلنا إليه من كتاب فضل العلم من نفائس الكافي الشريف، الحديث 31، العلم الذي لا يعمل به. عن هاشم بن البريد قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، ولما تعملوا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا، ولم يزدد من الله إلا بعدا. في هذا الحديث الشريف نهي عن عدم العمل بما يعلم المرء، فالعالم لديه علم، فإذا لم يعمل بما يعلم صار العلم وبال عليه. فهذا العلم إذا لم يعمل به المكلف طالب العلم ماذا يكون له؟ عاقبة سيئة ووبال عليه، وهذا سيتبين لنا في الفائدة الثانية. الفائدة الثانية: إن العلم إذا لم يعمل به ماذا يحدث؟ ماذا يصنع هذا العلم الذي معطل العمل به؟ يزيد صاحبه كفرا، نعوذ بالله. طالب علم، عالم فاضل، ولكن لديه علم ولكن لا يعمل به، هذا بعلمه سيكون كافرا، بل يزيد كفره، يعني زيادة في الكفر، بل وبعدا عن الله. هذا العلم الذي لا يعمل به يزيد صاحبه كفرا ويزيده بعدا عن الله، نعوذ بالله. الحديث 32: صفة الفقيه. عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذا الشطر الأول من الحديث. أما الشطر الثاني: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. في هذا الحديث الشريف يذكر لنا صفات الفقيه. من هذه الصفات: من لم يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يرغب الناس في رحمة الله، يبين لهم رحمة الله، وفي نفس الوقت يخوفهم عذاب الله ويرغبهم في الآخرة. فلا إفراط ولا تفريط، من جانب الرحمة يرغبهم في رحمة الله ويصف رحمة الله، وفي المقابل ماذا؟ يهون لهم المعاصي ويبرر لهم فعل المعاصي، فبالتالي يشترئون على المعاصي، نعوذ بالله، اعتمادا واتكالا على رحمة الله، نعوذ بالله. هذه الفائدة الثانية الأولى. أما الفائدة الثانية، فيه حث وتشديد على أهمية الاهتمام بالقرآن الكريم وتعهده،
وقراءة آياته بتدبر وتفهم بل ودراسته. وهذه وظيفة الفقيه، يوجه الناس إلى القرآن، بل يدرس القرآن ويوضح القرآن للناس. فمن صفات الفقيه هكذا، يرغب الناس في القرآن. الفائدة الثالثة، يبين هذا الحديث لنا أنه لا خير في ثلاث أمور بدون ثلاثة أمور. أمور ثلاثة تعتمد على أمور ثلاثة. لا خير في قراءة، ماذا؟ بلا تدبر. يقرأ الحديث الشريف، يقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان ولكن لا يتدبر، لا خير في هذه القراءة. تحصل ثواب، مو معنى ما تحصل ثواب، ولكن الخير، كل الخير في الثمرة العملية التي تلمسها من هذه القراءة. جيد، الفائدة ها هنا تكمن. هذا أول. لا خير في علم بلا فهم. علم تتعلم، تقرأ، تستمع لهذه المحاضرات، تستمع للمحاضرات الدينية، تستمع للدروس، ولكن بلا تفهم، بلا فهم، بلا تدبر، لا خير في ذلك. ثواب، أجر عظيم، بينا ذلك في المحاضرات السابقة، ولكن الخير، كل الخير في العلم مع التفهم، في القراءة مع التدبر. ولا خير في عبادة ليس فيها تفكر. لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته؟ ما الغاية من هذه العبادة؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، مضمون الآية الكريمة. هذا نموذج، يتفكرون، تفكر مطلوب، التأمل والتدبر مطلوب. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فهذه الأمور الثلاثة، التفكر في العبادة والتدبر في القراءة والتفهم للعلم، ماذا؟ هذه الأمور تحصل بها الفائدة، الفائدة من العلم، الفائدة من القراءة، الفائدة من العبادة. بدونها لا تحصل الفائدة، وإلا الأجر موجود، الأجر موجود. مجرد نظرك في القرآن فيه أجر، فكيف قراءة القرآن وإن ليس فيها تدبر؟ ولكن الأمر والحث من الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام، والنبي قبل ذلك، قبل أهل البيت عليهم السلام وصلى الله عليه وآله، يحث على ماذا؟ على القراءة للقرآن، القراءة للحديث الشريف مع التدبر. الحديث الثالث والثلاثين، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله. عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال: فقال الرجل السائل: إن الفقهاء لا يقولون هذا. هناك رجل جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام، سأله مسألة فالإمام أجابه، ولكن هذا الرجل بسبب عدم اعتقاده بأهل البيت، بسبب عدم تشيع الحقيقي، عدم اتباع لأهل البيت الاتباع الواعي، بل ينظر إليهم نظرة كفقهاء، يجتهدون، يصيبون ويخطئون، كأبي حنيفة ومالك والشافعي، هكذا ينظر. فقال هذا الرجل للإمام: إن الفقهاء لا يقولون هذا، حسب فقيه. فقال الإمام الباقر عليه السلام: يا ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ أنت أصلا شايف فقيه؟ إن الفقيه، حق الفقيه، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الفقيه. ماذا نستفيد من هذا الحديث الشريف؟ إشارة إلى صفة، بل وصفات أساسية ينبغي توفرها في الفقيه، وهي الزهد في الدنيا،
فإذا رأيتم الفقيه العالم مقبل على الدنيا فانصرفوا عنه. هذه الأحاديث مضامين أحاديث عديدة تشير إلى هذا المطلب. بعد وزهد في الدنيا مع رغبة في الآخرة، ربما عالم فقيه طالب علم يزهد في الدنيا ولكن لأجل الدنيا. هذا موجود لو ما موجود؟ موجود، يزهد في الدنيا، يظهر الزهد لأجل ماذا؟ يحصل على حطام الدنيا. يقولون عنه الناس زاهد فيفقون به ويأتون إليه ويأخذون عنه فينتفع من ذلك منفعة دنيوية. الزهد في الدنيا مع الرغبة في الآخر. بعد والتمسك بالسنة، السنة سنة المعصومين الأربعة عشر، سنة النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وعليهم السلام. وفيه دعوة إلى ترك البدع وذم العامة، لأن العامة يبتدعون في دين الله لا يأخذون عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، الذين هم يأخذون عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العامة يقولون قال علي وأقول، كما سيتبين لنا في قادم الأيام في الأحاديث الشريفة. هذا ذم لمن يترك السنة ويعكف على البدعة، وماذا؟ يشرع للناس أشياء لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، لا توجد فيها لا آية لا حديث شريف عن النبي ولا عن أهل بيته. الحديث الآخر 34، استعمال العلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول إذا سمعتم العلم فاستعملوه، إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم. لماذا؟ فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله، فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله، قدر الشيطان عليه، قدر الشيطان عليه. فإذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه بما تعرفون، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقلت، السائل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وما الذي نعرفه الذي نقابل به الشيطان إذا خاصمنا؟ قال الباقر عليه السلام خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل. ما الفائدة المستخرجة من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى إشارة إلى ضرورة استعمال العلم، فعلى طلبة العلم ألا يعطلوا العلم. ما إن سمعتموه من أهله فعليكم أن تنشروه لمن يستحق، فهذا واجب، واجب طلب العلم وواجب استعمال العلم، العمل بالعلم. ومر علينا الواجب الثالث نشر العلم، استعمال العلم أي العمل به، أو في دائرة أوسع نشره. فإذا سمعتم العلم فاستعملوه، استعمال، شلون تستعمل العلم؟ تعمل به وتنشره. هذه النقطة الأولى، فإنه إذا لم يستعمل العلم يترتب عليها مفسد، على عدم استعمال العلم مفسد عظيمة. ما هذه المفسدة؟ الفائدة الثانية، المفسدة ما هي؟ المفسدة هي سيطرة الشيطان على العالم، نعوذ بالله. كيف يسيطر الشيطان على العالم إذا كثر علمه ولم يستعمله؟ نعوذ بالله، الشيطان مستحوذ على الجاهل، ولكن العالم إذا كثر علمه ولم يستعمله يسيطر الشيطان عليه.
نعوذ بالله. الفائدة الأخرى أن العالم لا يحتمل كثرة العلم في قلبه، ما يحتمل. إنسان ليس بمعصوم، الله أعطاه قوة لتحمل العلم، لا يحتمل كثرة العلم في قلبه من دون نشره وإخراجه إلى الناس، فيتسبب هذا العلم الكثير في هلاك الشخص. فلذا على العلماء، على طلبة العلم، الفقيه ماذا؟ أن يبث ما لديه. وقد مر أن العلم الذي لا يعمل به زلت موعظة العالم من القلوب. فلازم أن إذا سمعتم العلم ماذا تعملون به؟ فتنشرونه، فتتحصل الفائدة من العلم. وإلا فائدة العلم ماذا؟ فائدة العلم فائدتين. العلم قلنا فريضة في الدروس الماضية. الفائدة الأولى من تحصيل العلم العمل به، وهي هذه الفائدة العظمى. والفائدة الأخرى التي يحصل بها العالم على الدرجات العليا في الجنة ليس فقط بالعمل بالعلم، بل بنشر العلم وبثه في الناس. الحديث 35: اثنان لا يشبعان. من هما؟ عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من همان لا يشبعان؟ طالب دنيا وطالب علم. فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، إلا أن يتوب أو يراجع. ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظ. هذا الحديث يبين حقيقة إلى أنه اثنان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم، فكلاهما حريصان على ذلك، كلاهما مولوعان ولع، رغبة شديدة، سعي شديد من قبل طالب العلم للعلم، ومن قبل طالب الدنيا للدنيا، يسعى ليل نهار طالب الدنيا لتحصيل الدنيا. فكذلك طالب العلم اثنان لا يشبعان، منهومان، منهوم، منهوم ما يشبع، متعطش ليل نهار شغله ذلك، بالنسبة لطالب العلم العلم، بالنسبة لطالب الدنيا الدنيا. الفائدة الثانية على من يسعى لطلب الرزق أن يحصله من الحلال، يكتفي بالحلال، فإذا وقع والعياذ بالله في الحرام فعليه أن يرجعه إلى أهله، يرجع الحقوق إلى أهلها ويتوب. الفائدة الثالثة توضيح أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، العلم لا يؤخذ من إلا من أهله الذين مرت صفاتهم في الأحاديث الماضية. رابعا، الفائدة الرابعة على طالب العلم العمل بما يعلم، يعمل. من أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه، على طالب العلم المستمع للعلماء أن يعمل بعلمه. والفائدة المهمة العظيمة أن يكون طلبه للعلم لأجل الله والآخرة. وفيها في هذا الحديث ذم للمستأكل بعلمه، تجد طالب علم يستأكل بعلمه، ماذا؟ يبين الدين ويوعي وينصح ويتكلم لأجل الدنيا، يحصل على حطام الدنيا. لا، هذا يسمى عند أهل البيت مستأكل بعلمه، هذا مذموم. أما طالب العلم حق طالب العلم، والعالم حق العالم، الفقيه حق العالم، من يريد بعلمه الله سبحانه وتعالى، يريد بعلمه الآخرة ليس غير ذلك. الحديث الآخر 36: لا خير في العيش إلا لرجلين،
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واع. من فوائد هذا الحديث الشريف أنه لا فائدة في العيش ولا خير إلا لإثنان: العالم المطاع من قبل الناس، وهذا فيه إشارة إلى طاعة العلماء والأخذ عنهم، حث وتشديد على ذلك من قبل الإمام الصادق وأهل البيت ورسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. والفائدة الأخرى، المسألة الأخرى، والمستمع الواعي للعلماء. لا فائدة في العيش إلا للعالم المطاع من الناس والمستمع الواعي من العلماء. إذن يحث الشارع المقدس على الاستماع والإصغاء إلى العلماء، مما في ذلك أنه مقدمة الاستماع ينبغي أن تتحقق، وهي مجالسة العلماء، الذهاب للعلماء لكي نستمع منهم، نأخذ عنهم، نطيعهم، نهتدي بهداهم، نأخذ الإرشادات منهم ونطبق نصائحهم. هذا حث من النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام على ذلك. وفيه كذلك ذم لمعصية العلماء وعدم الاستماع إليهم، وكذا ذم الاستماع إليهم بدون تفهم، لأن العالم قد يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء، فإذا لم تفهمه تحمله على غير وجهه، فإذا نقلته للناس ضلوا، وإذا عملت به ضللت كذلك. الحديث 37: فقد العلماء أو فقد العالم. عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. في هذا الحديث بيان لمكانة العلماء وأهميتهم وإبراز دورهم في هداية الناس وتحصين المجتمع من الانحرافات والشبهات، وأنهم بمثابة حصن وسور للمؤمنين. فإذا مات العالم كان العالم كله في عزائه وحزن لفقده ويتأثر بفقده، بحيث لا يجبر فقده أبدا، لأن خسارة العالم لا تعوض، كما روي في الحديث الشريف في قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهو ذهاب العلماء. إنقاص الأرض من أطرافها هو ذهاب العلماء. نسأل من الله أن يحفظ علماءنا الأبرار العاملين وأن يرحم الماضين منهم. الحديث 38: التثبت عند عدم العلم والرد إلى الأئمة عليهم السلام. عن حمزة بن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت. الإمام قال لحمزة: كف واسكت، بعد أن عرض عليه بعض خطب الإمام الباقر. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف
عنه التثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الحديث يبين أنه ما من شيء إلا ويرجع فيه إلى الأئمة الهادين المهديين عليهم السلام، فهم يرد علم كل شيء إليهم، وهم يوقفوننا على إجابة المسائل الدينية في حضورهم وفي غيبتهم، يرجع إلى العلماء الذين أمرونا بالرجوع إليهم وهم أرشدوننا إليهم الفائدة الأخرى على المؤمن التثبت إذا طرأت عليه مسألة دينية ويرجع فيها إلى أهلها، كما وفيه نهي عن التفسير بالرأي بدون الرجوع إلى أهل التخصص فيه. وهذا التفسير بالرأي يأخذ الآية، يأخذ الرواية، يفسرها الجاهل كما يرى وكما يحلو له وكما يظهر له، فيسقط في الباطل والضلال فيتيه. أما الرجوع إلى أهل التخصص من أهل البيت عليهم السلام أو العلماء الآخذين عنهم، فإنهم ماذا؟ يحملونكم على القصد، على الصراط المستقيم، على الهدى، ويجلون عنكم العمى الضلال. أما تفسير المرء الجاهل غير العالم برأيه الأمور والمسائل الدينية يقع فيها في الباطل والضلال، نعوذ بالله. الحديث 39 يقول عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا حفص، يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. هذا الحديث فيه إشارة إلى خطورة مكانة العلماء ومسؤوليتهم الكبيرة جدا في مراقبتهم لما يقولون وما يعملون، لأن زلة العالم تسبب ضلال الناس، لأن الناس يهتدون بهدي العلماء. فإذا العالم نعوذ بالله وقع، سقط وزل، يزلون الناس تبعا له، وهذه الزلة الزلة عن التقصير لا عن عدم الالتفات. أما في المقابل العالم له هذه المسؤولية، له هذا الدور. بينا في الأحاديث المتقدمة في فضل العلم أن العالم يخدم من قبل الملائكة جنود الله، الله سبحانه وتعالى الكون كله هيئه لخدمته والدعاء له والاستغفار له. في المقابل لا يغفر له زلة واحدة لا يغفر للعالم، ما دام هذه الزلة كانت عن تقصير، عن عدم التفات. هناك تقصير من العالم فوقع في الزلة فتسببت هذه الزلة في زلة الآخرين، لا تغفر له هذه الزلة. أما في المقابل يغفر للجاهل كثير من الزلات، عبر عنها 70 دلالة على الكثرة. فلذا على العالم أن يعلم أن كل شيء محسوب عليه، وينبغي عليه تحضير الجواب. نسأل من الله أن نجعل أن نكون ممن يهتدي بهدى أهل البيت ويتمسك بهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.